بيتك مش طلب بدي كثير تحكي عن صورة مهمة فيديو بروفيشنال هيك بيعرفوا انه وكالة املاء. طب ليش؟ ندخل تحت نوعية الأعمال اللي تمت بمهنية عالية تم لاقت استحسان المجتمع العالمي، وفي عدة دول صديقة ومؤسسات عالمية، وكمان بمشاركة القطاع الفلسطيني، القطاع الأعمال الفلسطيني تم الحصول على منح اللي ومن ضمنها دولة تركيا الصديقة، ترميم الفسائل الجدارية وتثبيت الأقصار الداخلية لكافة الجدران الداخلية للكنيسة، وكذلك البدء بالأعمال ترميم الواجهات الحرجرية في الأجزاء اللي جدا بحاجة للصيانة. تم ترميم اللي هو مدخل الكنيسة اللي كان آيل للسقوط، لحد هلا يعني صرنا منفذين أعمال بما قيمة حوالي 7 ملايين دولار. هذه اللوحة بتبين السيد الملايين هذا الجرح، إذا بتلاحظ هون الفسيفسة للوجوه وللإيديك وكل. طبعا لم تشهد الكنيسة في تاريخها عملية ترميم شاملة. كل التراميم اللي كانت تتم بطريقة مجتزأة. كل الجدران تبعت الكنيسة حسب التاريخ كانت كلها فسيفساء، 2000 متر مربع من الفسيفساء، لم يتبقى منها إلا 123 متر مربع. طبعا احنا كشفنا عن هذه يعني عدنا ترميمها ما تبقى. كل الترميم تم بناء على مواصفات ومحددات الترميم الدولية بما فيها اليونسكو، لأنه ما ننسى أنه المدينة القديمة في بيت لحم بما في كنيسة المهد مدرجة على قائمة التراث العالمي. غيرنا كل الشبابيك، حدود 47 شباك كانت هي مصدر لدخول الأمطار والرياح والعوامل الجوية لتسيء إلى واقع الكنيسة وأساءت إلى القصارة الداخلية. رممنا كذلك القصارة الداخلية بالكامل. الآن في عنا يعني ما تبقى من أموال لدينا لترميم الواجهات الحجرية الخارجية، زي ما دخلتوا على الكنيسة الواجهة الغربية الآن تحت الترميم. موضوع المغارة سيقوم يعني سيتم ترميمها، ولكن الكنائس ال3 زي ما رممت الآن أو بترمم الآن القبر المقدس في كنيسة القيامة هي التي ستقوم بعملية الترميم في المغارة أيضا. الفنيين العمليين، شوف نحن نزلنا عطاء دولي لأكثر من شركة اشتركت فيه، وكسبت العطاء الدولي آنذاك شركة إيطالية متآلفة مع شركة فلسطينية. الغالبية من العمال إيطاليين وأجانب، لأنه الخبرات للترميم بهذا المستوى وعلى هذه الوتيرة بحاجة إلى ناس ذو خبرة عالية. Gdzie nasza grupa? Jak to się znowu zapadło, żeby tej skały nie zrealizować całego prześwięcę na Mormianie, tu chodzi o prawosławie.